ازهموني يا صلاحي ليا حان اللزوم وابشروا بي يا صلاحي ليا حان اللقاء وقفتي طولت هرمات تجي ساعة ويوم والكلام اللي نقوله على وضح النقاء بالفعول وبالمواقف ما هو شعور ما نغير بخصوصة سبعة تستحقون المدايح وجزلة القصيد وافتخر قدامكم ماتنا ومسخلكم تستحقون المدايح وجزلة القصيد وافتخر قدامكم ماتنا ومسخلكم ابن طاهر المسمى عسى عمره مدير طيب ابو مكثر مع الناس روح وانتشار عبد الملك عرس فخران قصايد والنشيد والله ان له محبة ومنزل وقدر والله ان له محبة ومنزل وقدر صاحب الاخلاق والطيب والعلم لطيف الله ان يحفظني ويزيد عمود من بعدها مرحبا اجتمعتم بالمواقف وبرضا يا السديد الصلاحي والنعم الجزال مشترك مرياجيد انت النوم مسكون عبد الرصيد وشات عبد الملك هبت هبت صقر الصلاحي عاد فعله ومكتاه من جديد والصقر ذا ينتحصل عياله بالواكر والصقر ذا ينتحصل عياله بالواكر اشهد المناسبة اخلافنا الطلع نزيد واشهد ان قلبنا صاحب الوفا فخار ابن عم افتخار فيه في اليوم الشزيد لنا عاد كانها السيف في وسط النحر حي راسم يعتلي بالظهر شامخ عنيد حي راسم يعتلي بالمجالس لا حضار مرحبا بضيوف نوار مدايح والقصيد والقصيده كلها تفتخرتك يا قمر يا عسى عبد الملك يعيش بالدنيا سعيد يا عسى التوفيق ذلك على طول العمر يا عسى التوفيق ذلك على طول العمر